ويلكم باك تو ماي شانل. انا ريتا من قناه دولشي ريتا. اذا كنتوا جداد بالقناه بتمنى تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعلوا الجرس لحتى يصلكم كل جديد. بفيديو اليوم رح اعمل لكم هيدا اللوك الصيف المستوحى من البحر والبرونزاج. انا كنت قبل بس روح على البحر ما احط صن بروتكشن على وجهي وكان يحترق وجهي اول مشوار يصير احمر، فكنت كثير حب هيدا الشيء للصراحه، وكنت بس حط ماسكارا وجلوس واظهر وكنت كثير حب هيدا اللوك. فبما انه هلا بنستعمل سان بروتكشن بس نروح على البحر وما بسترجع ارد وجهي كثير للشمس، حبيت اعمل هيدا اللوك المستوحى من قبل انه وجهي محروق من الشمس وهيك وشفافي محمرين، فعملته بالميك اب مع شويه نمش ليبين انه كمان البشره طبيعيه وصحيه وجلوي. فاذا حابين تشوفوا كيف عملنا هيدا اللوك وكنتوا من محبين التان والبرونزاج مثلي تابعوا الفيديو للاخر. اوكي يا حلوين، رح نبلش هلا بالميك اب. اول شيء رطبت بشرتي كثير منيح باللوريال الكولاجين ريبلامبر، هيدا كريم مرطب وبتحسوا انه البشره بتصير هيك معبايه كثير حلو. مع هيدا الاويل من سيفورا اول ان وان، بيجي للشعر الوجه الجسم لكل شيء، حتى فينا نحطه مع الفونديشن لحتى يعطي جلو للبشره. انا استعملته مع الكريم المرطب وحطيت على شفافي اللابيلو هيدا على ستروبري، رطبت فيه شفافي. ورح نبلش اول شيء بالفونديشن. اكيد اذا بدكم تستخدموا فونديشن بلا حمايه اهم شيء تحطوا حمايه للشمس بالصيف، خاصه لانه الشمس كثير بتاذي البشره. فرح استخدم من كاتريس هيدا البيبي كريم، كثير حبيته، تغطيته حلوه، بيصلح العيوب، بيعطي اضاءه، بيرطب، وفيه حمايه 30 يعني بتعتبر عاليه. فيكم تستخدموا اذا انتم بتستخدموا سان بروتكشن 50 او اكثر وتحطوا الفونديشن اللي بتحبوه، بس انا حبيت احط البيبي كريم لانه خفيف وتغطيته حلوه للصيف. رح استعمل هيدي البراش احط البيبي كريم. وحب اذكر درجته هيدي رقمه 30 نيود بيج. مثل ما شايفين تغطيته حلوه وكتير حلو على البشره، كتير حبيته للصراحه، هيدا احلى بيبي كريم استعملته. راح استعمل كونسيلر ميبلين اللي هو فيت مي برقم 15. ما راح كتر كتير كونسيلر، بدي اللوك يطلع طبيعي وخرج الصيف. وببيوتي بلندر صغيرة راح ادمج الكونسيلر. راح اخذ من كاتريس هيدا الليكويد لومينايزر باللون الذهبي، حلو للصيف الهايلايتر الذهبي، راح استعمله وضوي فيه مطارح ما بدي ضويها على الخد، عظمة الخد، شوي على المنخار، على الشفة، من فوق، راح ادمجهم باصبعي. راح اعلم حواجبي بهيدي الباليت من ميبلين الماستر براو برو باليت برقم ديب براون، رح اعلم فيها حواجبي لانه بحس بضاين اكثر الباودر، لانه انا حواجبي مثل ما بتعرفوا كثير خفاف وعملت لهم تاتو، فرح اعلمهم. اضبط شيء انه نعمل تاتو براو تبع ميبلين خاصه بالصيف كثير حلو بضاين، بس ثاقبت اليوم ما عملته. رح اخذ البودر ريمال الستي مات بلون ترانسبارون، ثبت فيها التيزون عندي مطرح ما بزيت واترك باقي الوجه لحتى يضل جلوي.
راح استعمل من نيكس هيدا البلاش كريم بلاش برقم CB08 هوت بينك، لونه كتير حلو وكريمي. راح استعمله على خدودي بإصبعي. راح أقربه لهون مثل ما شايفين على تفاحة الخد. رجعوا لورا بهالشكل. كمان راح احط على المنخار هون. لانه عادة عنا بيحترق هون كمان المنخار كتير اذا قعدنا بالشمس. راح احط شوي منه على الشفة. راح ارجع اخذ من كاتريس هيدا البلاش اللي بيجي عدة الوان زهرة، بيجي عدة الوان مع بعض على شوي برونز، فراح اخذ منه كمان وحطه مطرح ما عملنا البلاش تنقوي لون. بلش يبين انه محروقين من البحر، ما بعرف اذا شمال راح احترقته بالشمس وصار هيك وشكم، اكيد بيكون محمر اكتر. احط شوي هون بهالشكل وندفي على الجبين لان اكيد راح يحترق كمان عنا الجبين. سبب انه حطينا الكريم قبل بعدين الباودر هيدا الشي بثبته اكتر. بعدين فيكن تستخدموا الليبستيك عندكن لون زهري محمر شوي، كمان راح تقدروا تعملوا فيه البلاش بهالطريقة، مش ضروري يكون بلاش، فالليبستيك كمان بيزبط يكون شوي مات. راح حط شوي الالوان كمان على العين، عنا اكتر شي هون الجفن بيحترق اذا ما كنا حاطين عوينات. رح احط شوي كمان هون على العظمة. وشوي على الكتاف. وضربة على الرقبة. راح اخذ هيدي الباليت من كاتريس، بتيجي ثلاث الوان، هي بلاش وهايلايتر. راح اخذ منها الهايلايتر، بيجي شوي على ذهبي ببراش صغيره، راح احطه هون تيعطينا الجلو. راح اخذ شوي باصبعي كمان حطه على العين. راح استعمل القلم الاسود لعلم فيه خط الرمش. راح اخذ قلم بني ارسم فيه بس شوي خط على طرف العين على اخر العين. راح استعمل مكبس رموش اكبس رموشه وحط ماسكارا. ماسكارتي المفضله اللي هي اسانس اللاش برنسس، كتير حلوه بتعطي فوليوم وبتكثف. راح استعمل البنتنت على الشفافة وطلعوا شوي لبرا مثل كونتور ليبين انه شفافنا كمان محمرين. وفيكن كمان تروحوا عندي بالقناة عملتلكن كيف بنعمل البنتنت بالبيت بطريقة كتير رخيصة. حطوا بهالشكل كأني عم حط كونتور.
فيكم تخلوا اللوك هيك ناعم، فيكم تعملوا شوية نمش. رح استعمل هيدا اللون من برستيج، هو للحواجب مثل قلم فوتر، رح اعمل فيه نقط وارجع استخدم ميبلين هيدا القلم للحواجب الرفيع، بيجي افتح شوي لنعمل الوان يعني فاتحة وغامقة من النمش. رح ادمجهم شوي باصبعي ليبينوا طبيعية. رح اخذ الميبلين هلا افتح شوي. هيدا هو اللوك، بتمنى تكونوا حبيتوه. مثل ما شايفين سهل وبسيط، برج الصيف واجواء البحر. فبتمنى اذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا الشير واللايك كتير لحتى تدعموني وتكبر عائلتنا اكتر. وعم شوفكم بالحلقة الجاي، باي.